موجز لأهم الأنباء يأتيكم من أون لايف. أهلا بكم. استقبل المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء التونسي حيث يشهد الجانبان أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين غدا. وعقدت اللجنة الوزارية التحضيرية المصرية التونسية اجتماعا بحث الجانبان سبل التنسيق المشترك بين البلدين وتحضير الاجتماع اللجنة العليا غدا برئاسة رئيس الوزراء ونظيره التونسي. وقالت سحر نصر إن المرحلة الحالية في مصر تشهد جهودا كبيرة لمشاركة رجال الأعمال التونسيين في الاقتصاد المصري. قال وزير المالية عمرو الجرحي إن قرار مؤسسة ستاندرد أند بورز للتصنيف الائتماني رفع النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، وذلك يعد خطوة مهمة لتدعيم الثقة في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري. وكانت الوكالة قالت في بيان لها إن النظرة الإيجابية جاءت بسبب الاستقرار السياسي ونجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، إضافة إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي. التقى رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام أكرم محمد أحمد بالدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية لمناقشة سبل مواجهة الفتاوى الشاذة ودور الإعلام في مواجهتها، وتطرق الطرفان إلى دور الأزهر الشريف ودار الإفتاء في مواجهة العنف والتشدد. حذر رئيس أركان الجيش الوطني الليبي اللواء عبد الرازق الناظوري من التعامل مع أي جهة تابعة للمجلس الرئاسي، مؤكدا أن الجيش الليبي يعمل بهدف موحد وهو ضرب الإرهاب بيد من حديد. مشاهدينا الكرام، مستمرون معكم على رأس كل ساعة إلى ملتقى